لاحظت اليوم تدشين هذه المعلمة اللي هي معلمة ضافت مع نظافة المعالم اللي يتماس بها الإقليم يمتاز بها الإقليم، وهي كان عطى صاحب الجلالة نصر الله وأيده في الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء الانطلاقة ديال البرنامج التنموي، وهي من بين الأمور اللي نلاحظوها اليوم على أرض الواقع في 2021. ونتمنى المقام طيب للناس اللي جاية اللي تقرأ فيها جاية من جميع الأماكن، ونتمنى لهم النجاح والتوفيق في المهام ديالهم، وإحنا إن شاء الله لين نذلوا لهم جميع الصعوبات اللي تعود عندهم، وراني نتموا معهم إن شاء الله في السراء والضراء. يتم اليوم تدشين المعهد المتخصص في مهن الطاقات المتجددة بمدينة طرفاية بحضور سيد الوزير والعامل وباقي الأعضاء. المعهد حديث التسجيل بمجموعة من المعدات والوسائل التقنية التعليمية المتطورة تحت إشراف مجموعة من الأطر والأساتذة على أعلى مستوى، ومن دواعي سرورنا وفخرنا أن نكون الدفعة الأولى التي يعني الوالجة لهذا المعهد ومتخرجة منه كذلك والمثال في مجال الطاقات المتجددة، لما هذا المجال من أهمية وأفاق على مستوى يعني الوطني والقاري ولما لا الدولي. درس تخصص جيني إلكتريك. هذا المعهد اللي هو معهد متخصص في مهن الطاقات المتجددة دارنا مواكبة لسوق الشغل سبيسيال مو عنه كاملين ماشيين في واحد الطريق ديال توليد الطاقة اللي طبعا عندنا تخصصات هون. هذا المعهد جف واحد الموقع اللي هو مواكب ملي بالنسبة للشوارك بالنسبة للتخصصات. عندنا تخصص ديال حاليا حنا كنقراو مجموع انجيني الكتريك، نورمالمون العام الجاي غادي يكون عند تفرعات ديال الالكتروميكانيك، عندنا لينيرجي غونوفنابل اوتوماتيزم، وكاين صحاب ليجين، وعندنا ترانسفورماسيون دي ماتيريو كومبوزيس. الوغ كو هذا المعهد متخصص هو فرصه لنا كاملين، نحن محظوظين عندنا نسجلوا فيه وعندنا تجينا فرصه عندنا نقراو فيه باش يكون عندنا واحد التكوين اللي غادي يساعدنا مستقبلا سواء عندنا ندخلوا للميدان الشغل سواء عندنا نعدلوا شي حاجه بيرسونيل ديالنا اللي غادي نستافدوا منها كاملين.